الشكر الخاص والجزيل المديرية الجهوية للثقافة والاتصال على هذه الفرصة وهذا الالتقاء معكم، وأشكر كل الحاضرين والفنانين والأدباء والشعراء على قدومهم، وأتمنى لكم سهرة ممتعة. سأبدأ أول قصيدة لي وهي بعنوان الاشتياق. استيقظت على ضوء عينيك وأنا مشتاق، وفي فؤادي لوعة المجانين والعشاق، فيا لها من لحظة حب واحتراق، ويا لها من لحظة حنين للعناق. سأنتظرك، سأنتظرك مهما طال الزمن أو ضاق، فغيابك هو أمر صعب علي وشاق. تأكدي، تأكدي أننا سنسافر بعيدا إلى كل الآفاق. تأكدي أن وجودك في حياتي هو الخلاص وأجمل عتاق. سنمشي معا مكبلين من الساق إلى الساق، في دروب حكمت معالمها الحياة وتاهت فيها ظلمات الزقاق. وسنودع معا مدينة الحزن والفراق. شكرا. قصيدة ثانية بعنوان كنز من السماء. يا كنزا من السماء سقط على الأرض ومعه الشفاء، نعم أنت الدواء وحفظا من كل ألم وداء. أنت من حيرت بغموضك العلماء، أنت من أدهشت ببلسمك الأطباء. لا حزنا بعد اليوم وأنت كنزي يا أجمل النساء، لا بعدا بعد اليوم وأنت في قلبي صباح مساء. أنت الحاء والباء، أنت النبات والماء، لن أضيع مرة أخرى ونورك من حولي ساق الضياء. لن أتوه مرة أخرى وحسك معي يرتع في الفضاء. يا أحلى اسم ذكرته في الدعاء، يا بهجتي وسروري عند النداء. لا بعد بعد اليوم وأنت الكساء والرداء، لن أعرف اسما غيرك يا كل الأسماء. شكرا. قصيدة ثالثة بعنوان بلاد المغرمي. وجدتك أخيرا في بلاد المغرمي، وعرشك فوق وردة من الياسمين، فسألتك إن كنت تعلمين أن سكان قرية المنشدين وسكان عاصمة المتيمين ما كانوا ليكونوا فائزين لو لم نكن أنا وأنت آتين. شكرا. قصيدة أخرى هي بعنوان بين اليقظة والحلم. تقول: ما زلت أراك في المنام لأنك ببساطة بطلة أحلامي وبركان صحوتي وغرامي،
فإن مرضت صرت دواء لآلامي، وإن حزنت كنت زوالا لهمي وغمامي. فلنمضي معا يدا بيد إلى الأمام، ولنكتب قصصنا كلها بالأقلام. فأنت ملهمة أفكاري وصوب سهامي، يا معلمتي ومرشدة أقدامي، ويا روعة المقام عند الكلام. أنت النور المشع ولست بالضلال، أنت الحقيقة المطلقة ولست بالأوهام. فلتعش فيك أجمل الأسامي، ولتحيا فيك أفضل الأيام. فأنت مفخرة أوطاني وأعلامي. شكراً.